أعزائي من جبل القفزة بجانب مدينة الناصرة، أريد أن أتحدث عن اتضاع المسيح. هذا المكان مناسب جداً لأن المسيح عاش حول هذه المنطقة، نشأ وترعرع في مدينة الناصرة. هذا المكان الجميل يطل على أماكن متعددة، أماكن كتابية، تستطيع أن ترى هذا الوادي العظيم يسمى سهل يزرعيل أو مرج ابن عامر، إحنا بنسميه في هذه المنطقة. هو نفس الوادي اللي يسميه الكتاب المقدس وادي هار مجدون. ومن الجهة أو من خلف تستطيع أن ترى جبل الطور أو جبل طابور، هذا هو جبل التجلي، جبل عالي. وفي أسفل الوادي مدينة دبوري أو قرية دبوري، قديما جاءت القاضية دبورة وكانت تحكم شعب إسرائيل من هذا المكان. من الجهة الأخرى تستطيع أن ترى تلة أو جبل الموري. على هذا الجبل أو في هذه المنطقة انتصر جدعون، واحد من القضاة في أيام إسرائيل، انتصر على المديانيين. ومن الجهة الأخرى تستطيع أن ترى جبال جلبوع، حدثت معركة شديدة، قتل شاول الملك وأولاده الثلاثة. وهذا الوادي يستمر إلى الغرب حتى يصل جبل الكرمل عند البحر الأبيض المتوسط. في هذه الحلقة أريد أن أتحدث عن اتضاع المسيح. أنا بشجعك أنك تشاهد هذه الحلقة، رح تكون سبب بركة لحياتك. إذا عندك أي سؤال يمكنك أن تتصل أو تكتب لنا. أعزائي، أصلي من كل قلبي أن هذه الحلقة تكون بركة لحياتك. سأعود بعد قليل. مشاهدينا، تابعونا لنتعرف على حياة يسوع المسيح الفريدة من خلال زيارتنا للمواقع الكتابية التاريخية. سنكتشف معا الجوانب الرائعة في حياة وتعاليم يسوع، كما سنستمع لشهادات أناس تغيرت حياتهم بقوة تأثيره. تابعونا في حلقات المسيح الفريد. أعزائي من بيت النجار في قرية الناصرة، أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن تواضع المسيح. هذا الموضوع في غاية الأهمية، ولا سيما أنا موجود في قرية الناصرة، تعتبر نموذج للحياة في أيام المسيح، كيف كان يعيشوا في تلك الأيام. أنا موجود أيضا في مكان يعتبر نموذج لمنجرة. إحنا بنعرف أن يسوع المسيح كان متواضع وعاش حياة متواضعة واشتغل كنجار. كلمة نجار في اللغة الأصلية بتعني الشخص الذي يعمل بيديه في النجارة، الأخشاب يعني. وفي نفس الوقت الكلمة بتعني اللي بيعمل في الحجارة أو كبناء حكيم. طبعا هذا ينطبق على يسوع المسيح لأنه تحمل المسؤولية منذ صبا حتى يساعد أمه مريم، وأيضا حتى يكون عنده المسؤولية أنه يواصل في الحياة في تلك الأيام. دروس كثيرة ممكن نتعلمها عن تواضع المسيح. أول شيء ندرك أنه المسيح يسوع ولد في مذود حقير في بيت لحم، عاش حياة متواضعة جدا في قرية صغيرة اسمها الناصرة. وواحد من تلاميذ المسيح اسمه نثنائيل استعجب من الموضوع وقال: أيمكن أن يخرج أو يكون شيء صالح من الناصرة؟ فحتما أنه الأعمال هي أعلى صوتا من الأقوال. فالمسيح لم يتكلم فقط بل علم وعمل في حياته، فهو مثال الكمال، وكمال المثال فهو مثال رائع وجميل لكل واحد منا، ولا سيما يتعلم درس في الطاعة. يسوع المسيح مش بس كان مطيع، كان أيضا متواضع جدا. ويسوع المسيح بنسمع عنه أو بالتحديد لما كان في العشاء الأخير
مع التلاميذ في العلية على جبل صهيون في مدينة القدس أورشليم، عمل شيء حتى التلاميذ استغربوا وتعجبوا من هذا الموضوع. كان مفهوم من عن الرابي أنه هن اللي يخدموه، هن اللي يساعدوه، لكن خلال العشاء مكتوب أنه يسوع أخذ منشفة واتزر بها وانحنى على الأرض كانحناء العبيد والخدام الذين كانوا يفعلون في تلك الأيام، وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ. عندما لاحظ هذا المشهد بطرس الرسول طلب أو رفض من المسيح أنه يغسل رجليه، فصحح المسيح مفهوم الرسول بطرس أنه إذا لم يغتسل ما قالوش حتى نصيب معاه، فأراد أن يعلم عن التواضع، خلع ثياب الاحترام والوقار كمعلم وتواضع وانحنى كالخدم والعبيد ليغسلون أرجل التلاميذ. هذه خدمة الخدام والعبيد في تلك الأيام. والرب يسوع من بعد ما فعل هذا الموضوع طلب منهم أنه يفعلوا هذا الشيء، أنه يمارسوا هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع بالفعل بيقود إلى حياة التواضع، وبيقود أيضا إلى حياة الطاعة والانصياع والانكسار، بتعبر عن جوهر الإنسان الحقيقي. وهذا وكان الدرس الأخير، وهو في الساعات الأخيرة قبل أن يلقى القبض عليه في بستان جتسماني، حاول أو أراد أن يعلم التلاميذ بصورة جميلة عن التواضع، وأنه هو شخص التواضع وتنازل إلى الأرض وغسل أرجل التلاميذ. يا له من درس رائع، يا له من مثال فريد وعظيم. هذا هو الدرس الأخير اللي تركه مع التلاميذ. هذا الدرس هو عن العظمة الحقيقية. العظمة الحقيقية أراد يعلم هي بكل بساطة خدمة الآخرين، خدمة الآخرين أنه ينحني ويخدم كل إنسان محتاج. وهكذا يسوع المسيح كان يجول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، كان متواضعا وكان طائعا وكان مثال رائع في هذا الموضوع. عزيزي ابقى معي، سأواصل حديثي عن هذا الموضوع بعد قليل. بيعلمني يعني المسيح، يعني أنا لما بطلع على مواضيع كتير تمرق كبريائي والإيجو تبعي إنه لا أنا فلان، أنا يعني كيف بيحكوا معي بهذه الطريقة. بس بعدين لما تتذكر كيف المسيح تواضع وكيف كانوا يحكوا مع المسيح، كيف تصرفوا معاه، بعلمك درس إنه تواضع يا بني آدم، يعني شوي انزل شوي. تعلمت إنه لازم نغسل إجرين الناس مثل ما الرب غسل إجرين التلاميذ. مثال التواضع بيعطي بساطة الروح اللي من خلالها بتقدر تقدم رسالة الخلاص اللي هي كلها مبنية على المحبة. أعزائي من بيت النجار، واصل حديثي عن تواضع المسيح. علم المسيح درس لا ينتسى، إنه العظمة الحقيقية هو خدمة الآخرين. في أحد الأيام جاءت أم يوحنا ويعقوب تلاميذ المسيح، وطلبت من يسوع المسيح أن واحدا يكون في ملكوت السموات، واحد عن اليمين والآخر عن اليسار. فطبعا علم المسيح أم يوحنا ويعقوب درس لا ينتسى، وعلم الأجيال أيضا إنه العظمة الحقيقية هو خدمة الآخرين، وقال هل مستعد أنه تصطبغ بالصبغة التي أنا مصطبغ بها، أو مستعد تدفع أي ثمن تتألم من أجل المسيح؟ قال يسوع من أراد أن يكون عظيما فليكن لكم خادما. ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. وعلم المسيح عن العظمة الحقيقية، قال الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد لا تقدرون أن تدخلوا ملكوت السموات. إن أراد أحد أن يدخل ملكوت السموات ينبغي أن يكون مثل هذا الطفل أو هذا الشاب الصغير،
اللي بيتكلم عن البراءة وبيتكلم أيضا عن البساطة الحقيقية والتعبير الحقيقي للطفولة اللي هي بس بيؤمن وبركز على يسوع المسيح وعلى إيمانه. يقول الكتاب المقدس: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ويعترف ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. قال أيضا يسوع المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. ويختتم قوله قائلا: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. فيسوع هو المثال الأعظم. من هنا نستنتج أعزائي أن الله يكره خطية الكبرياء، وأن الله يحب الذي يأتي إليه بتواضع. وعلم الكتاب المقدس أن العظيم يكون خادم، وأن العظيم هو الذي يهتم باحتياجات الآخرين، الذي يقدم نفسه عن الآخرين. والمثال الأعظم: المسيح قدم نفسه فدية عنا. عندما علم في عظة الشهيرة على الجبل قال: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماء. ثم قال أيضا: الودعاء يرثون الأرض. كان يركز على حياة الوداعة والتواضع أيضا. الوداعة هو التواضع لكن تحت تسلط أو تحت تحكم وسيطرة. الشخص بيقدر أنه يسيطر على عواطفه وعلى أفكاره أيضا. فالتواضع جزء مهم جدا في الحياة المسيحية. الرسول بطرس يمكن في مخيلته لما يسوع المسيح غسل أرجل التلاميذ قال: يقاوم الله المستكبرين، أما المتواضعين فيعطيهم نعمة. ثم يقول: فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه. يسوع عاش حياة التواضع. ولد في بيت لحم، عاش في الناصرة، اشتغل كنجار مثل هذه النموذج، هذه المنجرة في قرية الناصرة، وكان شخص متواضع بكل معنى الكلمة، كيفية تعامله مع الناس. أنا بصلي من كل قلبي إنه هذا الدرس يتعلمه كل إنسان. مثل ما ذكرت إنه الله يقاوم المستكبرين، بيكره خطية الكبرياء، وبيكره خطية عدم الإيمان. أما الإنسان الذي يأتي إلى الله بالتواضع، الذي يأتي بكل معنى الكلمة يريد أن الله ليتمجد في حياته، فبيبتدي يشوف أن يد الله بتعمل معاه وبتعمل من خلاله. سأواصل حديثي بعد قليل. المسيح جاء كعبد متألم لكي يقوم بخلاص الإنسان، لكن عندما يرجع سوف يرجع كالأسد. لما أنت بتنسى الجسد، لما بتحمل صليبك، لما ما بتهمك الأشياء الدنيوية، هذا هو المثال الحقيقي للتواضع. لما أنت بتقدر تخدم شخص بدون ما تستنى منه كلمة شكرا، من أجل محبتك له، من أجل صدق العلاقة اللي ما بينك وبين الرب بدك تفرجيه إياها، تخيل إنه هذا هو التواضع. أفهم معنى التواضع في إني وأنا موجود في كنيستي مش لازم أطلع على أطلع على الولد الصغير. أنا عشان أفهم معنى التواضع بإن أنا أميل لولد صغير، أبتسم في وجهه، أحكي معه. إن لم تصيروا مثل الأولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات. اتضاع المسيح بيخليني بحس حالي هالقد صغير. إذا كان المسيح رب الكون ورب المجد اتضع، فما بالك إحنا كبشر. واصل حديثي عن تواضع المسيح. يسوع المسيح شخصيته مميزة وفريدة جدا،
وكان أي إنسان ممكن يوصل المسيح، وما رد أي إنسان. بتقرأ في كل العهد الجديد ما رد أي إنسان خائب أو رجع إنه يسوع لم رفض طلب لهذا الشخص. نستنتج إنه يسوع كان ممكن الوصول إليه أنه كان يحب الناس، ومن شدة هذا التواضع أنه كان يجلس حتى مع العشرين اللي بيجمعوا الضرائب، يعني الطبقة المنبوذة والطبقة المرفوضة من الناس، وكان أيضا يأكل مع الخطاة. بالواقع أنه جاء لهذا الغرض، تواضع المسيح ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. عندما صرخ الأعمى في أريحة يا ابن داود ارحمني، وقف يسوع والموكب كله وفتح عيني الأعمى، لم يعبس أو يتولى، لكن المسيح فتح عيون العمي. ثم عندما جاء الشخص الأبرص أيضا المنبوذ من المجتمع، الناس كلها بتهرب منه لألا تتنجس، نرى أن المسيح تقدم وتحنن ولمس هذا الأبرص. وهكذا عندما تعامل مع المرأة السامرية، قال المسيح للمرأة السامرية أعطيني من هذا الماء. لم يبتدئ أنه المسيح العظيم، لكن ابتدى كشخص، كإنسان محتاج إلى أشد الاحتياج، هو العطش، كان محتاج أن يشرب من الماء، لكن طبعها أعطاها أن تشرب من الماء الحياة الأبدية الذي كان ينبع ويتدفق من داخلها. حتى وهو على الصليب لم يرفض طلب اللص الذي قال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. اهتم في هذا الشخص اللص اللي على الصليب لأنه طلب بالتواضع. أعزائي، سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد، أي بركة بتحدث، أي نهضة أو أي انتعاش في أي كنيسة، في أي مكان، في أي بلد، لازم يكون في توبة حقيقية، لازم يكون في تواضع. فإذا تواضع شعب الذين دعي يسمع عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. أريد أن أقول لكل مشاهد بغض النظر شو خلفيتك، الله يعرف ما في داخلك ويعرف قلبك. إذا أنت بتحاول تتكبر أو تتجبر، الله بيعرف قلبك. لكن إذا أنت بتتواضع أمام الله وأنك تثق في يسوع المسيح، أنا أدعوك أن تبحث، أن تدرس كلمة الله بتواضع وليس بتحيز وليس بكبرياء، فأنا متأكد أن الله سوف يتعامل ويتجاوب مع احتياجك القلبي، لأن الله بالفعل يسر باتضاع الناس. فالمثال الأعظم هو يسوع المسيح. ابقى معي، سأواصل حديثي بعد قليل. قبل 7 أشهر صراحة شفت عالم سويدين بالسنتر، فحبيت أطلع على العالم، حبيت أطلع على المجتمع السويدي وعلى المسيح خاصة. وعندنا المسيح، يعني يعني من واحد يقول له مسيحي العالم تكرهه صراحة. فأريد أعرف شنو أخلاق المسيح، أطباعهم. فدخلت بهذا المجتمع المسيحي ورحت أيد بس أطلع على العالم، رحت بالكنيسة شفت عالم صراحة يعني نفس أطباعنا، إحنا بالعراق نفس أطباعهن، ما يعني هم سويدين من دول الغرب، يعني تفاجئنا، يعني شفنا فد شيء ما شايفه بحياتي صراحة. أنا قاعد أمشي بالشارع شفت النبي عيسى بالشارع واقف فاتح لي إيده، طبعا أنا ما أعرف منو يسوع، أعرف عيسى. وواحد شخص واقف طويل القامة، لابس أبيض، وجه نوراني، شعره أصفر، نفس الشايفة بالأفلام شفته صراحة. يعني فالشي جذبني، بنفس الوقت أنا فرحان وبقلبه خوفه. بنفس الوقت شكرت الرب، قلت له يا رب دليتني هذا الطريق الصحيح، أشكرك محيت كل الخطايا، يا رب أنت اشتريتني، نشكر ربنا. هو أبوي صار، هو كل شيء بحياتي، ما أعرف شو أوصف لك، هو كل شيء بحياتي. أطلع على الشغل أقول يا رب يسوع المسيح سهل أمر اليوم، أحس واحد يشتغل وياي، يعني أرجع للبيت ماكو تعب،
وهواي شغلات وهواي شغلات حلياها. أعزائي، أواصل حديثي عن تواضع المسيح. نتعلم من المسيح دروس مجيدة وعظيمة جدا. هذا الشخص العجيب الرائع اللي هو مثالنا في كل شيء، ولا سيما في حياة التواضع، مثل ما ذكرت أنه غسل أرجل التلاميذ وعلم التلاميذ أن يمارسوا هذا الموضوع. لكن السؤال عندما نتحدث عن تواضع المسيح، العهد القديم يتنبأ عن المسيح العبد المتألم في إشعياء 42، وأيضا يتنبأ عن المسيح الممجد في مجيئه الثاني. المسيح جاء كعبد متألم لكي يقوم بخلاص الإنسان، لكن عندما يرجع سوف يرجع كالأسد، الأسد الذي من سبط يهوذا، لكي يغلب وينتصر أيضا. فالسؤال الذي يدور في ذهن كل واحد، لماذا تواضع المسيح؟ أو بالأحرى، لماذا صار بشرا؟ والتجسد هو طبعا يعتبر تواضع عظيم جدا، إنه الله الذي لم يحسب خلسة أن يكون معالا لا أخلى نفسه وأن يكون عبد ويموت على الصليب، هذا شيء لا يستوعب العقل، فهو مثال التواضع. لكن المسيح أراد أن يعلم عدة دروس خلال تجسده. أنه أولا تمم مواعيد الله، النبوات التي قيلت عنه في العهد القديم العبد، وكل نبوة تمت، ومش ممكن تتم إلا يأتي المسيح ويتجسد، فتمت النبوات في شخص المسيح. شيء آخر، المسيح أظهر محبة الله وأظهر أيضا أبوة الله. المسيح أعلن لنا عن الله المحب، الله الذي يهتم بالإنسان، الله الذي اختارنا وأحبنا وأرسل المسيح حتى يكون كفارة لأجلنا، حتى نخلص من الغضب ومن الخطية أيضا. فجاء ليظهر لنا الله المحبة المتجسد. شيء آخر، المسيح بنتعلم منه أنه كان رئيس كهنتنا الأمين اللي بيرثي لضعفاتنا، لأنه بكل بساطة مر بكل الاختبارات. أي إنسان تجرب ما عدا الخطية، تألم، عطش، وجاع كإنسان كمتواضع، لكنه أيضا هو الله الظاهر في الجسد، فلكن يرثي لضعفاتنا، بيعرف، بيشفق علينا، وكأنه يقول أنا كنت في هذا الظرف، أنا كنت في هذا المكان، بحس لإحساسنا، بيهتم لمشاعرنا. يسوع المكتوب عنكم فإنكم تعرفون نعمة ربنا، مع أنه الغني افتقر لكي نستغني بفقره. هو الذي لم يكن له أي موضع ليسند رأسه، هو الذي كان يجول يصنع خيرا. أحبائي، غرض المسيح أيضا كبشر ليهدم أعمال إبليس، لكي ينقض إبليس ويدمر عمله، وهذا تم من خلال ألامه على الصليب وموته وقيامته من بين الأموات. جاء ليعلم أو يعطينا مثال للقداسة الحقيقية. هو الذي قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع، لهذا دعيتم، يقول الكتاب المقدس في رسالة بطرس. وأيضا لكي يكون الفادي، لأنه عنده الكفاءة، لأنه إنسان كامل وبشر، يستطيع أن يقوم بالكفارة بعملية الفداء، ولكي يرضي الله ويوفي العدالة والمطلب الإلهي كإنسان كامل، قدم نفسه فدية، ضحية، كفارة، ذبيحة لأجلنا، حتى أنت وأنا نستمتع بالبر والخلاص والحياة الأبدية. يا لنعمة الله الغنية العظيمة، تواضع حتى أنت وأنا نحصل على الخلاص والحياة الأبدية. أنا أشجعك أنك تتعرف وتلتقي بهذا الشخص الفريد. نعم، هو جاء كإنسان وتألم، لكنه مات وقام من بين الأموات حتى يعطيك الحياة الأبدية. إذا تحتاج لمساعدة روحية، اتصل بنا أو اكتب لنا. إلى اللقاء، والرب يبارك. في الحلقة القادمة من المسيح الفريد، سنعرف المزيد عن محاكمة المسيح. هل
لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على المزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ أو تريد الحصول على DVD لهذه الحلقة؟ لا تتردد في الاتصال بنا على noor@lfan.com، كما يمكنك الاتصال تليفونياً على أو من داخل مصر أو من شمال أمريكا أو على العنوان